حرام يا باب الصعيد تحت السد يعني. تعرف عليك الحسن سيد عبد العزيز والحفاظ هنا انا نازل النهارده عشان احتفل بالدستور الجديد والدستور العلمي مولد كل اهل بلد. وطالب الرئيس عدلي منصور بانتخابات رئاسيه مبكره. وطالب الرئيس القادم باذن الله باذن الله هنحقق كل مواد الدستور وحذافيرها وهنخدم من الصعيد بأكمله لان الصعيد في الايام الماضيه كان مهمش تماما. وربنا يحمينا ويحمي جيشنا باذن الله. تعرف بالأغلبية الصحيحة تفضل على روح الدكتور نعم تمام وطالب الرئيس عدلي منصور تمام أن يمحي الوجود الإخوان والبنود تمام ويا رب يا رب يا رب يجيب حق الشهداء اللي الناس كلها نسيتهم تمام يا ريت نفتكر الشهداء أهم حاجة الشهداء وهفضل أقول لا للبنود لا للإخوان كسبوا البنود.